بخير. احنا حاليا في موقع ديال عين سكندان اللي هي كتعتبر من ضمن المواقع اللي كاينه على واد ابياي، واللي ممكن انها تلعب واحد الدور كبير في الاستخدامات المحتمله لواد ابياي خارج الادوار التقليديه اللي كان كيلعبوا هاد الواد. وهذه مساله اللي يمكن اننا نفصلوا فيها من بعد. رايي انه بالنسبه لهاد السد هذا كما كيبان النافاس انه كاين السد يعني المنشاه، وكاين من على اليسار كاين الماء اللي كيهبط للواد من بعد ما كتاخذ السقيه ديال الغار الحصه ديالها والمقدره بثلاثه ديال الحصص من اصل 25 جزء باش غيطيح في الواد واحد 14.5 اجزاء من الاصل ديال 25 جزء. من بعد ما كتاخذ بالطبع الساقيه ديال الغار والقنيطره والشويشه الحصص ديالهم، وهاد 14.5 اللي كتهبط مع الواد هي مخصصه للساقيه ديال تافروت بالنسبه ديال ثلاثه الحصص من الاصل ديال 25، والساقيه ديال بوفراك اللي غادي تدي 8 ديال الحصص من اصل 25 وفق ما تنص عليه الجريده الرسميه في العدد ديال كي قلنا ديال سنه 1955. حنا في الدارج اننا كنقولوا انه الساقيه ديال بوفراك كتدي 4 ديال الحصص، والساقيه ديال مسعوده كتدي 2، ولكن الساقيه ديال مسعوده ماشي مونسيوني في الجريده الرسميه. الجريده الرسميه كتكلم على الساقيه ديال بوفراك اللي كتدي 8 ديال الحصص، منها حصتين يخصصان لاستخدام الحضاري. وبالطبع انه كتبقى ديك 3.5 ديال الاجزاء من اصل 25 جزء اللي هي وفق الجريده الرسميه انها مخصصه للتنقيه الذاتيه للواد والتوازن الايكولوجي، ثم انه سوف تستخدم لاحقا بتناوب بيعنا الكلات ودار العطار لتوريد القطعان ديال المواشي. علائيا هاد 3.5 ما كدوش مع الواد، وهذا مشكل، انه مشكل اخلاقي طيح فيه طيحين فيه الاصدقاء ديالنا ديال جمعيه المستعملين المياه المخصصه للاغراض الزراعيه، وكذلك مشكل ديال التملص من تحمل المسؤوليه الجهات المكلها المراقبه ديال الاستخدامات ديال المياه، واساسا الشرطه ديال الماء اللي ديال وكاله الحوض المائي ديال سابو، الذي فيما يبدو ان شغل كبير عليها شي شويه نظرا للقله كما كيدعي القله ديال الموارد البشريه اللي عندها والشساعة ديال المجال. ولكن اذا كان ان هذه الوكاله ان هي حتى هي خصها تمشي لنا على ما تسير عليه الدوله وتخدم حتى هي ناس عرضيين او مؤقتين من اجل انه تضبط هذه الامور هذه ديالها، على اي هذا موضوع اخر. بالنسبه لهذا الموقع هذا واللي هو انه فيه كيتكرر ما سبق ان لوحظ من تراجع على مستوى الوعي البيئي ديال الساكنه، باعتبار ان هناك الكثير من القاذورات في الواد، وتقليديا انه الناس ديالنا كانوا يستحون ان يرموا بقاذوره في الماء على اعتبار ان هذا الماء انه هو اصل الحياه، وانه كذلك انه يستخدم للنظافه والطهاره، وبالتالي انه عيب انه في المتخيل الشعبي ان يتم تلوثه. ولكن هذه في التحولات العامه اللي كاينه، التحولات العامه اللي ضربه هذه البلاد، واللي ان المفروض ان تكون قد عليها واحد الوقفه ديال التركيز والتامل باش نعرفوا انه شنو واقع وفين راحنا غاديين. نفس ملاحظه اخرى اللي هي تلاحظ على مستوى هذه المنشات الفنيه، واللي ان كنقول ومازال كنقول انها ممكن ان تلعب ادوارا كبيره جديده، مثلا في الترويج الثقافي والسياحي ديال المنطقه، شريطات
أن يتم بدرجة أولى احترام الملك العمومي المائي أولا، والتنقية ديال الحقينة ديال هذه المنشآت الفنية، على اعتبار أنه فيما يبدو أن هذه المنشآت الفنية أن لا يتم استخراج الأتربة منها. فمثلا أنا الرجل الستيني عمت في هذه الحقينة هذه، دابا حاليا يستحيل أن الواحد يعوم. وكنا كذلك المساقط ديالنا هنا كنا كندوشوا فيها، هادشي راه كنهضروا غير على حدود 81 82 80 من القرن الماضي. بمعنى ان شنو اللي واقع؟ هذا سؤال كبير. ملاحظة أخرى وهو أنه على يسار هذا الموقع كاينة واحد الأرض خاوية اللي هي المفروض أنها ديال الأحباس، واللي أن كانت الجامعة الترابية كراتها واحد المدة طويلة في التجربة الفايتة وما خدماتها حتى لشي حاجة وهزات عليها اليد، ودابا كراوها الناس. المفروض أنها ما نعرف، ولكن أعتقد أنه بالنسبة من ضمن المشاكل الأخرى اللي عندنا في المدينة ديال صفرو هي الملكية ديال الأحباس، وخاصة ماشي الأحباس الكبرى وإنما أيضا الأحباس المعقبة وغير ذلك. أعتذر على الإطالة وعلى هذا الشيء، هذه الخبطة ديال الخر، وشكرا لكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد.